نعمل بقى يا جماعة، من الحاجات اللي مهمة في الالترا ساوند، وأحس إنها ممكن تيجي الإند ده، بما إن ده آخر إند راوند أوبس يعني، هي التوينز. تمام. طيب، اللي أنت شايفه ده الغشاء اللي بره ده هوت اسمه كوريون، والغشاء الصغير اللي جنبه ده اسمه أمنيون. تمام. فالاتنين دولت عند كل واحد عنده الكوريون بتاعه وعنده الأمنيون بتاعه، داي كوريونيك داي أمنيوتيك. تمام. ده لما الموريولا عند الأسبوع الرابع أو اليوم الرابع للثامن تقريبا، ماشي، تنقسم، هتديني داي وداي، خلاص. أما لما البلاستوسيست هي اللي تنقسم، لا، الموريولا مش من الرابع للثامن، أنا آسف، من الأول للثالث. البلاستوسيست هي من الرابع للثامن، هي مكتوبة أصلا أهي. البلاستوسيست لما ينقسم، تمام، كل واحد يكون تو ماسز، تو سيل ماسز، واحدة تكون جنين وتانية تكون التاني، دي اسمها مونو كورونيك داي امنيوتيك. الامنيون مقسوم بالنص بينهم، لكن الكوريون واحد. بص، ركز في الشكل ده كده، بص بص بص، ركز في العلامة دي وركز في العلامة دي. العلامة دهيت ده اهي، لو جيت تقلبها يبقى شكلها عامل كده، صح؟ اسمها لامدا ساين. تمام. هوريها لك في البتاع دلوقتي، بس قلت اشرحها هنا الاول. انا عندي التوينز يا اما يكونوا داي كورونيك داي انيوتيك، يا اما يكونوا مونو كورونيك داي انيوتيك، يا اما يبقى كلهم في نفس الحاجه، مونو كورونيك مونو انيوتيك. دولت 100% شبه بعض، بيختلفوا في 3 حاجات بس: بصمه الصباع، بصمه الصوت، والايريس باترن، شكل الايريس بتاع اليوم، الجزء الملون عندنا ده. وده كونجوينت تندون، هما انقسموا كونوا تو سيل ماسز متاخر شويه، فبقوا ايه، لازقين في بعض في مكان ما، ده اسمه كونجوينت تندون. طب كونجويند توينز، مش كونجوينت تندون، كونجويند توينز، كونجويند توأم ملتصق. الكونجويند توينز نوع من انواع المونو كوريونيك مونو امنيوتيك، صح ولا لا؟ تمام. طيب، الالترا ساوند بيجي ازاي؟ بص، شايف الشكل ده كده، دولت تحس الفاصل، الخط اللي ما بينهم رفيع قوي قوي قوي، ده بنسميه تاو ساين. تاو ساين، تاو ساين دي موجودة فين؟ موجودة في المونو كوريونيك داي امنيوتيك. طيب بص هنا كده اهي، بص دي كده، هتلاقي الخط اللي ما بينهم لا بدأ يتخن، وعامل لي في الاخر كده مثلث كده، ديت اللي هو الرمز ده اللي هي اللامدا ساين. فين؟ في المونو، سوري، في الداي كوريونيك داي امنيوتيك، حتى وريتها لك فوق اهي. بص، كل واحد فيهم في حجره لوحده، فالمسافه اللي ما بينهم عامله فيها مثلث كبير كده، ممبرين، دبل ممبرين، وفي الاخر مثلث كبير من الايه، من الديسيديوال، فبيسموها ايه، لامدا ساين. لكن هنا بيبقى ثين ممبرين اهو، تاو ساين، مونو كوريونيك داي امنيوتيك، بس هما مونو كوريونيك. فلما تلاقي الخط بينهم رفيع وايه، خط عادي رفيع، لكن هنا بص، خط اهو ادخل شويه، وفي الاخر في مثلث، في مثلث مصمت. تمام. ده هنسميه ايه؟ هنسميها لامدا ساين بتاعت الدايكورونيك داي امنيوتيك. هو بقى ايه، ممكن يجيب لك صوره، الصوره ده اهي، ماشي، ويقول لك ان دول توينز، حتى ما يقولكش حدد النوع، يقول لك قول لي تو الترا ساوند فيتشرز. والسؤال ده جالنا في العملي اخر السنه، تو الترا ساوند فيتشرز للصوره اللي قدامك دي، هتقول له، او تو الترا ساوند فيتشرز للتوينز عموما، تقول له لامدا ساين والتاو ساين. اللامدا ساين في الداي امنيوتيك داي كورونيك، والتاو ساين في المونو كورونيك داي امنيوتيك. تمام، ماشي. طب الصوره دي، ديت الكبيره ديت، زي ما احنا اتفقنا، اللي كان حضر محاضره الابورشن او شافها على النت، ده اسمها جيستيشنال ساك. تمام. لما تلاقي جواها دايره اصغر يبقى اسمها ايه، يوك ساك. لما تلاقي 2 يوك ساك في نفس المكان يبقى ده ايه، توينز، صح ولا لا؟ هيبقى غالبا مونو كوريونيك مونو امنيوتيك، ماشي. طب بص هنا كده، دي جيستيشنال ساك ودي يوك ساك، ودي جيستيشنال ساك وده يوك ساك، يبقى ده ايه، داي كوريونيك داي امنيوتيك. موضوع بسيط خالص ده بالنسبه للايه، للالترا ساوند بتاع التوينز. خلاص. في الترا ساوند مشهور جدا وده متوقع يجيلك السنه دي برضو،
الترا ساوند فيها فيزيكلز كتيره كده، ده ايه؟ ده فيزيكولار مول. مول اسم الساين دي ايه؟ سنو ستورم ابيرنس. تمام، سنو ستورم ابي ده شكلها، احفظ شكلها كويس. تمام، دي برضو كيس جت في امتحان سابق يعني. هو ده شكل الفيسيكلز اهوت، وباين قوي من الصوره، حتى مش شرط اقرا البتاع ده، هو اصلا مش باين، بس دي فيزيكولار مول. الدايجنوزس طبعا فيزيكولار مول. انيوميريت تو ميثودز يوزد تو دايجنوز ذيس كونديشن. تو ميثودز يوزد، ممكن نقول الالترا ساوند بيشوف السنو ستورم ابيرنس. تمام، ممكن نقول كمان، هي مش مشهوره قوي بس امنيوجرافي بيعمل حاجه اسمها هاني كوم ابيرنس. النيوجرافي ده صبغة بس ما عادتش بتستخدم. ممكن برضو نقول ان ممكن الاقي فيه سيكالوتين سيست في الاوفري. ممكن اقول بالايه، بالباي مانيوال اكزامينيشن هلاقي فيه ان الفاندال ليفل اكتر من الجستيشنال ايج، واحنا قلنا الكلام ده في المحاضره، وكنا بنقول ان هو بيبقى اليوترس بيكبر بشكل انديو، يعني شكل غير محدود، يعني ملوش حد معين، فبيكبر اكتر من الفاندس ليفل. تمام، حاجات كتير يعني. وات از يور مانجمنت؟ طبعا احنا قلنا ثلاثه مانجمنت، رقم واحد ريسوسيتيشن. كان في دكتوره كده لما كنت بشرحها في السنتر، معلش يا دكتور، اول حاجه ريسوسيتيشن، العلاج كذا كذا. لا معلش، اول حاجه ريسوسيتيشن. تمام، فما نزعلهاش، بس ريسسيتيشن اول حاجه. بعد كده هيستيروتومي، هيستيريكتومي، وقبلهم طبعا ساكشن ايفاكيويشن. طبعا شرحنا الكلام ده مش هنقوله تاني، وفي الاول عشان الدكتوره ما تزعلش، ريسسيتيشن. انا بس مش عايز الفيديو يطول، فبكتب بسرعه. طيب نيجي للايه، للانستريومنت. الانستريومنت سهل انك تتوقعها، بلاش تحفظ البتاع ده كله، احفظ لي ده مهم جدا. هيجرز دايليتور. الهيجرز دايليتور يقول لك بيستخدم في ايه؟ اي حاجه من دي، دايليت السيرفكس عشان اعمل دي ان دي سي، في الفاذر جيل اوبريشن دي، في الجاينا، هيستروسكوبي، برايمري امينوريا، سيرفايكال استينوزس. حلو قوي، اقول لك كل استخدامين، سيرفايكال استينوزس، دي ان دي سي، برايمري امينوريا، اي حاجه. تمام، طيب هنفهم ليه بيستخدم في البرايمري امينوريا، في الجاينا ان شاء الله. يقول لك الكومبليكيشن بتاعته، الدايلاتيشن ممكن يعمل سيرفايكال انكومبيتنس، وممكن يعمل بيرفوريشن. كان والله في امتحان عملي كده، قال لي ايه ده؟ هيجرز دايليتور. قال لك بيستخدم في ايه؟ قول لي استخدامين. قلت له استخدامين، قال لك تو كومبليكيشنز، فهتقول له السيرفايكال انكومبيتنس والسيرفايكال او البيرفوريشن عموما. تمام، ده مهم جدا. اليوتيراين ساوند، او اليوتيراين قصدي كيوريت، يعني مش مهمه قوي بس شغاله يعني، بقى اقراها. اليوتيراين ساوند فيري امبورتنت، مهم جدا يعني. انا كنت متوقع اليوتيراين ساوند هو اللي يجي لي في الامتحان، بس جالي الهيجرز دايليتور، بس عادي يعني. كاسكو باي فالفيد سبيكولوم، واخوه طبعا راح فين؟ سيمز. فين السيمز؟ اهو سيمز باي فالفيد سبيكولوم، مهمين برضو اقراهم. الصورة دي مهمة جدا، ده مهم بقى قوي، ده اسمه ابيزيوتومي، ابيزيوتومي فورسبس او سيزر، قصدي ابيزيوتومي سيزر. تمام، ودي صورة للابيزيوتومي، ممكن يجيبها لك يعني، يجيب لك يا الانسترومنت يا دي. الابيزيوتومي مهم جدا. تمام، ده شكل الابيزيوتومي. تعرف لي الديفينيشن اوف ابيزيوتومي؟ ممكن يقول لك، قول لي ايه هو الديفينيشن. هو عباره عن سيرجيكال بروسيجر بيتعمل في مكانين، في البوستيريور فاجينال او فاجينال وول، وفي البرينيوم. لازم تقول الكلمتين دولت، سيرجيكال انسيجن ميد ان بوستيريور فاجينال وول اند برينيوم تو وايدن الانترويتس. اي كلام، بس احشي اي كلام، عبر باسلوبك، بس ما تنساش دول، في البوستيريور جنرال وول والبرينيوم. تمام، وده شكل الابيزيوتومي سيزر، او يجيب لك الصوره دي. يقول لك بقى تاني حاجه غير الديفينيشن، يقول لك قول لي انواع الابيزيوتومي. انا عايز بس اصغر الخط شويه، قول لي انواع الابيزيوتومي تايبس انيوميريشن، بس كده. فيه ميديان، وفيه ميديو
lateral وفيه جي شيبت وفيه lateral. دول الثلاث انواع بتوع الايه، بتوع الابيزيوتومي ماشي، او الاربع انواع. في نوع خامس كده مكتوب في المندوب، انا والله ما قريتوش ومش مهم. الدوينز تراكتور ده هو اللي جه الاند راوند اللي فات. لازم اهم حاجه انه يتراكت البلادر، بلادر يعني دوينز تمام، وده جالنا في الامتحان برضو بتاع العملي ماشي. طيب ده بالنسبه للانستريومنت. السي تي جي ده البوب الكبير. طب خلي السي تي جي للاخر، خلينا نشوف ده كونسيلد هيموريدج. لما تلاقي دي بلاسنتا تمام تحتها دم بليدنج، يبقى ده كونسيلد هيموريدج، عايز يقول لك كده تمام، جوه الرحم بيكبر الرحم، ودي جالنا في الامتحان سؤال نظري اصلا. طبعا دي بلاسنتا بريفيا، الصوره اللي خدناها في الاول خالص الفيديو الاولاني، بلاسنتا بريفيا. البلاسنتا مغطيه الايه، مغطيه السيرفيس. نوعها ايه؟ دي بلاسنتا بريفيا سنتراليس كومبليت، لانها كومبليتلي مغطيه السيرفيكس تمام. طب امال ايه ده؟ ده البلاسنتال سيباريشن، بلاسنتال سيباريشن ثيرد ستيج اوف ليبر تمام. البلاسنتا بتسيبريت بطريقتين، يا اما تبقى شبه الايه الشمسيه كده امبريلا لايك، او اللي بيسموها شولتز ميكانيزم، او امبريلا لايك، امبريلا تبقى شبه الامبريلا، او دونكان ميكانيزم بتتفصل من الجنب كده، دونكان ميكانيزم، او بيسموها باتن هول، باتن هول. مين الموست كومن؟ هو الايه الشولتز ميثود. ده نورمال، ده نورمال، عارفين. بص كده، بص يعني ركز كده معايا، الدنكان ما بتتعملش، ما بتنزفش خلاص، لكن الشولتز يعني الدنكان قصدي مش ما بتتعملش، نادره شويه، فكك منها. شولتز 80%. شوف كده البلاسنتا بتنفصل، البليدنج ورا البلاسنتا تمام، بتنزل عادي خالص، الواد نزل صح، البلاسنتا بتنزل والبليدنج بعدها، هنا برضو البلاسنتا بتنزل البليدنج بعدها. اذا البلاسنتال سيباريشن بيحصل بعده هيموريدج تمام. طب بص على البلاسنتا بريفيا، البلاسنتا هنا بتنزل قبل الطفل، فدي مشكلتها ان افيتابل. فاكر ان افيتابل ابورشن ده؟ ان افيتابل بليدنج، ده بليدنج كده كده هيحصل مهما عملت. ما هو انت بتولد ليه؟ عشان تجيب الطفل ده تطلعه بره، فانت عشان تطلعه بره لازم تفصل البلاسنتا الاول. البلاسنتا لما بتتفصل بيحصل بليدنج، اذا ده انيفيتابل بليدنج، انتي بارتم هيموريدج قبل الولاده، لانه قبل ما الطفل يتولد، فسموه انتي بارتم لانه قبل ما الطفل ايه يتولد تمام. وانيفيتابل بليدنج الكلمه دي مشهوره جدا في البلاسنتا بريفي، لحد ما نشرحها ان شاء الله تمام. طيب فاضل حاجه تانية للسي تي جي. الصوره ديت اللي هي اللينخ او لينش سوتشر، تستخدم في ايه؟ في البوست بارتم هيموريدج. الصورتين دولت هما الوحيدين في الداتا بتاعتك اللي للينخ سوتشر دي. خلاص نيجي بقى للبوب الكبير السي تي جي، لازم وحتما ولابد واكيد وان شاء الله هيجي سي تي جي، فخلينا كده ايه نمخمخ له كده. طب تقريبا في حاجات لا كده خلاص، دي هناخدها المره الجايه. ناخد بقى السي تي جي على روقان كده. طيب يا جماعه السي تي جي، السي تي جي بص كده، الصوره دي حلوه جدا ليه ماشي، خلينا ناخدها كده نوديها مكان لوحدها كده، فيه هنا مثلا ماشي، ده السي تي جي قدامك اهو. انت عندك خطوط مشرشره فوق وخطوط يعني تقريبا مستويه تحت. الخطوط المشرشره اللي فوق دي بتمثل الفيتال هارت ريت، الخطوط اللي تحت دي بتمثل اليوتيراين كونتراكشن تمام. هو بيسجل الفيتال هارت ريت مع اليوتراين كونتراكشن. طب اليوتراين كونتراكشن دي بتحصل فين؟ قرب الولاده تمام. اوكي طيب لو جاب لك الفيتال هارت ريت واليوتراين كونتراكشن مع بعض، يقول لك وات از ذا نيم اوف ذا تيست، تقول له كونتراكشن ستريس تيست. كونتراكشن عشان في كونتراكشن بتاعت اليوترس، ستريس ليه؟ تخيل معايا كده ان ده اليوترس والجنين جواه، لما اليوترس ده ينقبض
يروح ضاغط على الجنين، يحط الجنين في ستريس، فالهارت ريت يعلى او يقل. نشوف ايه التغيرات اللي بتحصل. انا عايز احط الجنين في ستريس واشوف استجابته